لدينا مباراة واحدة هي الفاصلة هي التي ستحدد العودة إلى بغداد أم الذهاب بعيدا في هذه البطولة. شلون ممكن نتصرف؟ لا لا نتصرف بواقعية بما يمتلكه لاعبين وأختار الأسلوب اللي يتناسب مع إمكانيات لاعبي. إحنا تفوقنا بالمباراة الأولى، إحنا عندنا مباراتين، مباراة أوكرانيا ومباراة أرجنتين. عندما لعبنا بإمكانيات لاعبينه وبأسلوب يتلائم مع إمكانيات لاعبنا خرجنا بنتيجة إيجابية. عندما تخلينا عن أسلوبنا ولعبنا مو بإمكانيات هذا، لعبنا فوق إمكانيات لاعبينه، خسرنا المباراة. فإذا لازم نرجع على الطريق الأول، الأسلوب الأول اللي هو إمكانيات لاعبينه. عندما تكون فريق إنه تلعب مع فريق أفضل من عندك فنيا، يجب أن تلعب بطريقة. كابتن علي لا يتصور إنه ترى الخمسة هي حالة دفاعية بحتة. يعني بعض الجماهير يقول لا خلينا نلعب بخمسة حتى تقتل. لا 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 أكو، لا لا الخمسة ترى مو حالة دفاعية، حالة أي طريقة لعب. لكن الخمسة عندما تفقد الكرة يصير أكثر أمانا، لا خلاص إذا نهاية بعد من تستلم الكرة يصير عندك الانتقال الأظهرة، فصير 3-4-3، فبالتالي يصير عندك زيادة ممتازة. فالواقعية يجب أن تلعب دورها بمباراة المغرب، ونلعب حسب إمكانيات لاعبينا، إنه هو نلعب على التحولات السريعة واللعب المرتد. منتخب المغربي منتخب ممتاز بعملية التحضير، منتخب لديه أسلحة للأمام ممتازة، يجب أن نضيق المسافات. وبعدها إحنا يعني المنتخب العراقي يحاول أن يلعب على المرتد، حتى لو هاي أن تلعب المباريات بجزئيات بسيطة مثل ما صارت اليوم. جزئيات استغليناها بس ما كملناها الآخر. اليوم منتخب أرجنتينا على الورق وهذا أفضل من عندك بكل شيء، صارت جزئيات بسيطة بكرة يعني يمكن أيمن، يعني يمكن من 10 يمكن تصير هي بس هاي الوحدة. من صار التعادل أكو جزئيات داخل الملعب تقدر إنه هي تخدمك وتتفوق بها. اليوم جزئيات البسيطة مع المغرب والأوكرانية جزئيات بسيطة انتهت فوز أوكرانيا، فبالتالي نلعب على هاي الجزئيات البسيطة والمميزة والمفاجئة. احنا كان يفيدنا فوز المغرب لأوكرانيا في هذه اليوم، لا فوز المغرب حتى تطلع أوكرانيا من المنافس. فوز المغرب اليوم، المغرب تسهل لك هواي كثير من الأمور. يجيك اندفاع أكثر، لاعبين يريحهم بسبب أنه أكو دور الثمانية، هو رايح 6 نقاط دور الثمانية، أغلب العناصر المالته المميزة، بالتالي يعني ما يلعب بنفس الاندفاع اللي راح يجيك هسه. كلها تريد تبتعد عن فرنسا، يعني منتخب فرنسا الأول من ذيك المجموعة حسب الإحصائيات، يعني حسب الأرقام من فرنسا الأول، فكلها ما تريد تروح ثاني. إذن المغرب يستقتل على المركز الأول، والأرجنتين يستقتل على المركز الأول في سبيل أنه يبتعدون عن مواجهة فرنسا في دور الثمانية. فبالتالي أعتقد الواقعية يجب أن يتحلى بها راضي وقليل. أوكرانيا عقدت المجموعة وما عندنا خيار إلا الفوز على المغرب. لا يتوقع هذا أن المنتخب المغربي فريق سهل، فريق هين. المنتخب المغربي من أكثر الفرق اللي